تراجع سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي إلى حوالي 265 ريالا للدولار، مسجلا أدنى مستوياته على مدى عام ونصف. ويفسر هذا التراجع بزيادة الطلب على الدولار، خاصة مع دخول القطاع الخاص كمورد أساسي للنفط مؤخرا. كما أفيد أن معظم محلات الصرافة أغلقت أبوابها احتجاجا على محاولات السلطات إلزامها بتثبيت سعر الدولار.